عائشة عبد الهادي، سيدة مصرية جمعت ما بين المرأة الناجحة مع أسرتها والمميزة في عملها، وزيرة القوى العاملة الأسبق التي استطاعت أن تنال ثقة زملائها كناشطة نقابية في شركة مصرية، وتدرجت في العمل النقابي إلى أن أصبحت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حتى تولت وزارة القوى العاملة عام 2006. عرفت بأنها من أقوى وزيرات مصر، ليس فقط لدورها في العمل في هذه الفترة، بل لأن ارتباطها بالعمال جعلهم يتعاملون معها بمنطق الأم التي يلجأ إليها كل من لديه مشكلة منهم. فقد كانت العنصر النسائي الوحيد داخل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وترأست لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وبالرغم من مرور سنوات على تركها للوزارة، إلا أنها ما زالت تفتح أبوابها للعمال للاستفسارات واستشارتها في مشكلاتهم. وبنجد تحية لكل المشاهدين، وكل سعادة وكل شكر وكل الحب وكل الامتنان إن إحنا معانا النهاردة شخصية استثنائية مميزة، هي من أبرز القيادات النسائية اللي عندها قصة نجاح عصامية رائعة. بدأت من الصفر، من موظفة باليومية إلى شركة أدوية، لأنها تبقى يعني حد مهم جدا ونائب في اتحاد نقابات مصر، لأنها بعد كده تبقى من اتحاد عمال مصر، لأنها تبقى وزيرة في الحكومة المصرية، ليها كل الاحترام، تبقى وزيرة القوى العاملة والهجرة. بجد شخصية سرية جدا، أم رائعة، سموها أم العمال، عندها تاريخ حافل وعندها إنسانية عالية جدا جدا جدا، شخصية مميزة، وعشان كده القيادات العمالية لسه بيتواصلوا معاها وبيستشيروها في كل كبيرة وصغيرة. ضيفتنا النهاردة وزيرة القوى العاملة السابقة الأستاذة الجميلة الكريمة أستاذة عائشة عبد الهادي، أسعدتينا ونورتينا. شكرا جزيلا، متشكرة أوي على المقدمة الجميلة دي. حضرتك تستاهلي أكتر منها بكتير. أنا سعيدة جدا جدا بأن أنا أشوفكم. أولا أنت وحشتينا جدا جدا. أنتوا كمان. يعني بجد إحنا مفتقدينك. وانتي وحشنا طلتك وصوتك، وكل سنه وانتي طيبه وحياتك طيبه وعيد ام سعيد عليكم ان شاء الله، وعلى بناتكم وعلى اولادكم، ربنا ان شاء الله يسعدكم ويجعله دايما يعني عيد مارس ده، عيد المراه المصريه وعيد المراه العالمي وعيد الام، مارس جميل بكل طبعاً. كل يوم جميل بيمر علينا هو عيد. طبعا اكيد كل يوم في صحه وبركه هو عيد. بس انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ان انا كنت رافضه خالص ان انا اطلع في التلفزيون، انا مقطعه. انا عارفه احنا عندنا بس والله علشان خاطركم انا عملت معاكم مداخلات لما بلاقي حاجه هامه يعني كده، اعمل كنت بعمل معاكم مداخله، لكن انا بس لما الاستاذه سهير كلمتني وقالت لي وحضرتك يعني استاذه مفيده، فانا ما اقدرش اقولها لا. اولا انا انت مثال للمراه الناجحه جدا. الحمد لله. ليه؟ لان من 14 قرش مرتب، لا 15 قرش. طب يا سيدي 14 سنه لك 15 قرش مرتب لمنصب وزيره يعني، ده بينهم شقة. لا في الفلوس يعني، في المجهود والفلوس وعبال ما اوصل للفلوس. ايوه يعني من الصفر. لا الفلوس مش، لا انا مش بتكلم في الفلوس، من الصفر في الشقة. من الصفر للقمة. الرحلة العصامية دي حصلت ازاي؟ هي طبعا قصة انا بعتز بيها جدا. انا على فكرة عشان تبقوا عارفين، ما حدش بيقول انا هكمل 80 سنة السنة دي. ما شاء الله نمسك الخشب. انت قمر بالوش الحلو ده. الحمد لله 80 سنة ربنا بقى الجمال اللي جوه هنا، فمش محسسنا خالص بالسنة. الحمد لله. فانا اشتغلت وانا عندي 14 سنه ونص. اوكي. ودخلت العمل النقابي وانا عندي 17 سنه. 17 سنه؟ شو بقى 17 سنه لغايه ما دخلت الوزاره وانا بشتغل في العمل. انا دخلت الوزاره في 2000 اخر 2005، الفتره دي كلها فتره نضال نقابي. نضال ايه اللي خلاك تشتغلي وانت عندك 14 سنه؟ يعني انا ظروف كانت
بتحتاج ان انا اشتغل فاشتغلت. انت كان عندك والد، انت كان كم اخ واخت؟ انا عندي اربع بنات، احنا اربع بنات وولد، الولد توفى واختي توفت واحنا بس ثلاث. يعني حضرتك كنت شايله الاسره كنت يعني بالمسؤوليه يعني بساعد. انا كان عندي رغبه ان انا اشتغل. انا يعني ميولي كانت ان انا عايزه اشتغل وابقى اساعد وابقى عندي شخصيه مستقله يعني دي كانت رغبه. بفرد مساهم وبتعمل اضافه في الاسره بدون شك. اصل العمل ده حياه. صحيح العمل حياه، والمصنع أنا بقول كده المصنع هو اللي بيخلق الحياة، بيخلق حياة جميلة. لأن لما أكون أنا أقدس العمل في المصانع، يعني أنا بقول عن نفسي أنا صنايعية. أنت تحبي المصانع أوي أوي، لأنه مجهود وصعب. أحلى حاجة في الدنيا، أحلى حاجة في الدنيا الصناعة. يعني ليه بقى؟ لأنه العامل والعاملة ما تقف قدام حاجة وبتخلق حاجة تانية في الآخر، منتج. ده شيء ما حضرتك قلتي بقى الخلق، الصناعة فيها خلق، فيها إنجاز طبعاً. فيها حياة، هي الحياة. وبعدين ولاد الصناعية يطلعوا منتميين، عندهم ابتكار، عندهم انتماء، عندهم رغبة في حياة جميلة أفضل. طب أنتي 17 سنة دخلتي الحياة النقابية، يعني أنتي فايتر، يعني أنتي من أول خالص رحتي من 17 سنة مركزة في حقوق العاملين، شغلهم طبعاً، عايزين طبعاً. كذا طبعا الخبره خدتيها منين؟ ده انت يا دوبك سنتين ثلاثه في الشغل. يعني هقول لك على حاجه، انا كنت بشتغل في شركه ادويه اشتغلت فيها لغايه ما طلعت معاش، يعني يعني من 57 لغايه ما طلعت معاش 2004، احسبي 60 سنه كده. وهل حضرتك اشتغلت في الفتره دي فعلا رفضت تغيري مهنتك وفضلت عامله في شركه ادويه؟ يعني ما رضيتيش تكتبي وزيره؟ لا انا فضلت بقيت اترقيت يعني لغايه ما بقيت مديره العلاقات الخارجيه. وكنت بقى انا كان استاذي في العمل النقابي ده كان نقابي اسمه محمد اسعد راجح، ده صاحب الموقف بتاع البخيره كيلوباترا اللي العمال العرب رفضوا انه ايام العدوان الثلاثي على مصر، ورئيس عبد الناصر ادى الاتحاد عمال العرب وسام النيل تقدير لدور العمال العرب في المساله دي. فانا اللي اتعلمت منه وعلمني حاجه مهمه قوي عشتها طول حياتي. ايه هي؟ قال لي شوفي يا عيشه، عشان تبقي نقابيه صح لما تأدي وظيفتك الاول، عملك الاول صح باتقان، ما تاخديش اكتر من زمايلك اللي بياخدوه، تواظبي على عملك، تدي مثل جيد للعمل. لما تيجي تتكلمي بقى كنقابيه، لما تخش اداني تعبير جميل، كنت حتى كنت بقوله للنقابيات بعد كده لما تخش على رئيس العمل تربطي الكرافته وتزرري الجاكيت، تعبير اول ما يكلمك كنقابيه، اول ما يكلمك كنقابيه تقعدي وتشربي اطلبي فنجان قهوه. ليه؟ الاول انت بتمثلي نفسك وظيفتك. اول ما هيكلمك في قضايا الناس انت ند، بس ند محترم يحترم الرئيس ويحترم العمل. فانت النديه هنا النديه مبنيه على اساس الاتفاقيات الدوليه وكده، ان انت توقيتوا طرفين بس في احترام الصيغه. لا طبعا الاحترام. طبعا الاحترام واجب، وانا عندي بقى بس الوقت مش هيسمح في قصص كتير في الحكايه دي. بس حضرتك كنقابيه وحضرتك بنت وصغيره وسط رجاله ومجال مش معروف اصلا للمراه انها بتدخل فيه، ده ايه الصعوبات؟ يعني اتعاملت ازاي وكانوا بيتعاملوا مع حضرتك ازاي؟ شوفي هقول لك على حاجه، طبعا كنت صغيره يعني سن صغير طبعا. وكده ف خلق الاحترام بين الراجل والمرأة بيرجع للمرأة ذاتها. هي اللي بتفرض صيغة الاحترام، هي اللي بتفرض الاحترام. يعني لو حد عكسك يعني هتديله بصة كده كويسة وما تخصمهوش، وما تخصمهوش، هو لوحده. طب بتوصل له رسالة. طب لو وقف في شغلتك، لأن لا أنا في شبهة كتير كنت تعملي إيه؟ لا كنت بصر، اذا كان موقف مبدئي
كنت بفضل صامدة في مبدأي، اتضررت في عملي في شغلي في وظيفتي، اتشالت وظيفتي واتأجل مرتبي. بسبب غيرة الرجالة منك؟ نعم. غيرة؟ غيرة من لا، كان مواقف بقى، مواقف مبدئية يعني متعلقة بقضايا فساد مش عارف ايه حاجات كده يعني، فكنت بتصدى ليها، فكانوا يساوموني على ان انا يعني بلاش دي، بلاش تتكلمي في الحكاية دي، واحنا مثلا مش هنضايقك في وظيفتك. مش عارف، انا كنت اقول لهم انا اسمي عيشة عبد الهادي، قاعدة على باب المصنع ده، اسمي عيشة عبد الهادي في الحتة دي، قاعدة في اعلى كرسي، انا عيشة عبد الهادي، فانا مش هتغير. ده هي ابويا رباني كده، ابويا علمني كده، قال لي ما دام بتعملي الصح وبتعملي الحق ما ترجعيش ابدا عنه. بس المجال اللي انت اخترتيه صعب جدا. صعب طبعا، لانه صعب. مجال احتكاك مباشر ما بين عالم الرجال. يعني لو انا جيت اتكلمت فين عالم الرجال، اقول البيزنس، المصانع، رجال اعمال عندهم مصانع. هو كده، هي شكلها كده. بس حلو، مجال جميل للي يحترمه ويقدره. ده شوفي هقول حكايه، العمل النقابي ده عمل انساني رائع. وبعدين انا بقى، لان انا طبعا دخلت منظمه العمل الدوليه، كنت عضو مجلس اداره عن فريق العمال الاول، واختاروني وسقط مندوب اسرائيل، طلعت وسقط مندوب اسرائيل، وانا دخلت مجلس اداره منظمه العمل الدوليه، كانت اول سيده عربيه تدخل مجلس اداره المنظمه. طب ازاي المراه المصريه خدتها من الرجل الاسرائيلي؟ خدناها بقى، دي معركه بقى كبيره. انا فاكره هذا بتاريخ نقابي قديم وعلاقات عربيه محترمه، مجموعه العمال العرب، وكنت انا في فريق العمال الدولي يعني ناشطه، فالفريق الدولي كمان اداني. وبعدين لما دخلت الوزاره اختاروني الحكومات عضو مجلس اداره عن الحكومات يعني، فالحمد لله اخذت منصبين، مره عن فريق العمال ومره عن فريق الحكومات. انبسطتي لما بقيتي وزيره ولا حسيتي باللود الزياده عن اللزوم؟ يعني انت واضح انك حابه النقابات والفايت وتروحي وتجيبي حقوق الناس. وما قلعتش الجاكيت على فكره. وما قلعتش وزررتي ما قلعتش ما قلعتش الاوفرول. وما قلعتش الاوفرول. طب بس لكنك وزيره، كوزيره كان في دماغك، كان موضوع صعب. حقوق العمال اللي حضرتك كنت بتطالبي بيها يعني، ما هو الكرسي هنا غير الكرسي هنا. لا بس التوازن بقى. التوازن ليه بقى؟ مهمة وزير القوى العاملة دي مهمة شاقة جدا في إحداث التوازن بين الطرفين، لأنه ده طرف وده طرف، والوزير بيعمل التوازن بين العلاقات. المهم بقى أن يبقى في أسلوب للحوار وأسلوب للنقاش يوصل في النهاية. وأنا تعلمت بقى المفاوضة الجماعية في مدارس وفي كليات منظمة العمل الدولية، وخدت بقى دورات في أمريكا، وخدت في اليابان، وخدت في إيطاليا. حبيتي شغلانه الوزيره ولا حسيتي بالمجهود ولا حسيتي باللود؟ انا كنت كل ما اعمل حاجه كويسه اتبسط. مجهود اصلا، مجهود بمجهود انا بعمل مجهود. وحضرتك يعني مدمنه عمل من وانت طفله، حضرتك بتشتغلي بس هل، وطبعا واضح حضرتك اشتغلت على نفسك واخدت دورات غير مدرسه الحياه وجامعه الحياه اللي حضرتك تعلمت لغه وتعلمت لغه الجامعه. كل ده انجازات، وان انت تبقي وزيره يعني، ورحله من الصفر للقمه. فكره ان انا ما كملتش دراستي وقفت عند الابتدائيه، كنت بتقفي عندها ولا بتشوفي ان انت تفوقتي وتحققتي وتعلمت لغات وخدت دورات وشربتي الحياه بكل تفاصيلها؟ وتجاوزت انا فكره عدم التعليم الجامعي واتمام التعليم، تجاوزتها ليه؟ لان انا لو كنت وقفت عندها كانت في ناس عايزه تشدني لورا فيها. وتهاجم، وفي ناس تكون اثناء الوزاره كانوا هم دول بس اللي ماسكينها مش شايفين بقيه الشغل. وكنت دايما بستغرب قوتك، فلان انا كانت برضه علاقتي بيهم يعني الحقيقه للامانه يعني، مثلا وزير زي الوزير محمود محيي الدين، ربنا يمسيه بالخير، ربنا يمسيه بالخير، كان اكبر سند واكبر داعم واكبر يعني مساعد ليا في اداء وظيفتي يعني، وهو كان داعم بشكل ولا جيد جدا. ولا حد اتعامل معاكي من الوزراء زمايل في الوقت ده ان انت تعالي؟ لا ما يقدرش. احب انا البصه دي. لا طبعا،
ليه تعالي لان حضرتك شخصيه قويه بمهاراتك. ايوه عملتيها ازاي؟ لا النديه بفكري ان انا قبل ما اخش ابقى ادرس الموضوع كويس، ابقى قاريه، ابقى عامله شغل محدش عارف يعمله. محدش عارف يعمله؟ طبعا محدش عارف يعمله، انا كنت بعمله وكان في تقدير لي بجد يعني بصراحه. المشاهده ليهم كلهم طبعا انهم كانوا بيتعاملوا معايا بمحبه شديده جدا جدا جدا، نختلف نتفق لكن في النهايه كانوا بيحترموكي. ها؟ الاحترام سيد الموقف. طبعا جدا 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 يعني. فين الوقت جنب كل النجاحات دي للزوجه والام، ولا كنتي مقصره فيها؟ لا انا ما قصرتش الحقيقه، انا ولادي الحمد لله اولا عوضت ان ولادي يتعلموا تعليم عالي، وابني خد الدكتوراه، ابني محمد خد الدكتوراه ما شاء الله. اوكي حلو الحمد لله، والاثنين متفوقين جدا وفي اماكنهم يشهد لهم بالنجاح الكامل. وهم صغيرين وانت بتشتغلي كل الشغلات؟ امي بقى، امي الله يرحمها. مامتك؟ ها طبعا امي، وهي شالتني يعني في الفترات مثلا اسافر هي تيجي تقعد مع الولاد. لا امي ساعدتني. كانت تاخد بالها من الولاد من البيت بيت وكل حاجه، وتبقى قاعده معاكي مستنيكي وبتشجعك. وبتشجعني. ما قالتلكيش مره لا يا عيشه تقعدي في البيت بقى ده انت؟ ساعات. طب كنت بتردي عليها تقول لي اه لا؟ طيب شوفي بقى، ما انا بقى ايه، اصل انا مش دخلت بس عمل نقابي، دخلت عمل سياسي كمان. انا كنت المدربه السياسيه الوحيده من بين 350 مدرب رجاله ما شاء الله. ها؟ فانت عندك فن التفاوض والصبر. طب كنت قلت لها ايه؟ ها؟ فكنت بقى في امانه العمال، كنت انا مدربه سياسيه البنت الوحيده. واحنا كان ايام فتره عارفه النكسه بعد 67، فكنا بنلف كل المحافظات عشان نتكلم، فكنت بلفها بالاوفرول العسكري. اروح المحافظات، اخويا الله يرحمه كان يجيني على محطه القطر يديني شنطة الهدوم وياخد شنطته، وانا كنت بتعامل في البيت الاول قبل ما اتجوز كنت بتعامل في البيت كراجل. بالظبط كنت لسه هقول الكلمة دي. كنت لسه هقول كده. يعني كنت بتعامل كراجل، واخويا كان يقول لي الله يرحمه يقول لي انت صاحبي وكده ونخرج وكده حاجات كده يعني. وبعدين دخلت العمل السياسي وكنت عضو في امانة الاتحاد الاشتراكي في الجيزة. مع مين بقى؟ مع مين؟ مع الدكتور تعيمه الجرف، مع الاستاذ محمد حسنين هيكل، الله الله، ومع فتحي الديب طبعا، ومع حمدي كان افتكر فتح من الاهرام برضو. وكان وكنت طبعا انا عشان اخش بقى عشان اتكلم وسط الكبار دول، مع الكبار دول لازم اكون مركزه ومذكره عشان اكتسب الثقه. انا اذكر في مره والله بجد يعني من غير حلفان، ان انا في مره كان طبعا دكتور تعمه بقى كان عميد كليه الحقوق وكده، فمجي مثلا اطلب الكلمه مثلا الاستاذ هيكل يقول ما يدينيش الكلمه الا بعد ما. ففي مره الاستاذ هيكل والله ما افتكر، فقال له لا انا عايز اسمع عيشه، خلي عيشه تتكلم الاول. ها؟ الاول خلي عيشه تتكلم الاول. ده كان بيديني ثقه في النفس. واذا كنت حققت النجاح في الوزاره فعايزه ارجع لكم فضل الحد. حد انتقدني مفيد فوزي، استاذ مفيد فوزي كتب في افتكر في صباح الخير او في الاهرام او حاجه، قال ان انا اشفق على الوزيره عائشه عبد الهادي من حمل حقيبه الهجره لانها لا تجيد اللغه الانجليزيه. انا ما ردتش عليه، ما سبتوش يعني، ولا قلت له بقى ان انا واخده انجليزي ولا دورات ولا كلام من ده، سكت لغايه ما عملت تجربه مع ايطاليا في تسفير العماله لايطاليا. فهو شاف التجربه وكده، فانا بقى خدت الكلام بتاعه ده تحدي ان انا لازم انجح في حقيبه الهجره. كمان وما كلمتوش في حاجه؟ لا 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 خالص، ما انا كان ده مبدئي ان لو حد انتقدني ردي بالشغل، ارد بالشغل. حتى مع اولادي لما كان مثلا اتقال لهم ده ماما بتسافر ومش عارف ايه، احوش واخدهم معايا عشان يروحوا معايا ويتفرجوا يشوفوا انا بعمل ايه، يرجعوا فخورين بقى دي ماما كانت قاعده وقدام علم مصر والناس مبسوطه منها، وقامت تتكلم بقى
يعني ما كنتش هرد بايه بان انا ازعل او ان انا رديتي على مفيد فوزي بقى بعد ما عملت هو بقى جه عمل لي 3 حلقات في التلفزيون عن التجربة فقلت له بقى قلت له وعمل لي حلقه خاصه بالاسره يعني كمان يعني طيب بمناسبه الاسره مين الشخصيه اللي قدر ان هو يقتحم حضرتك ويبقى زوجك وحضرتك سياسيه ونقابيه ويعني حاجات كتيره جدا شخصيه مهمه ومؤثره وطموحه وكل الحاجات دي ايه التركيبه ديت اللي قدرت تقتحم وانت توافقي؟ هقول لك بقى بصراحه انا بعد ما عبد الناصر مات سنه 70 حسيت ان الدنيا ماتت وكنت انا رافضه الجواز كان عندي 29 سنه كنت رافضه الجواز خالص لما عبد الناصر مات انا حسيت ان الدنيا ماتت وان انا ايه حسيت بالفراغ فقابلت ابو الولاد جوزي ابو الولاد وقابلت انه كان هو معايا في التدريب السياسي بس يعني احساسك بفقد عبد الناصر واحساس اليتم خلاكي توافي على الجواز بالظبط كده بتوجع الست لما تحس ان مش عارفه تنجح بيتها وهي ناجحه في اقوى مناصب لا بس انا بيتي كان ناجح لا 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 بس في غيره ما يعني ناجح قوتك مقصره يعني ده اصل بصي دي طبيعه الاشياء اصل احنا كلنا بنعدي بالتجارب دي طبيعه الاشياء يعني ما تجيش عكس التيار السائد يعني دي مساله بس المهم يعني ان انت ما تتشديش لورا بتمنعي نفسك ما تتهزميش يعني ما تتشديش لورا ما هو يعني تكسبي وتطلعي ما تتشديش لورا وما تخليش وما تخليش اي حاجات من دي تؤثر على بتعمليها ازاي ازاي انا ما اخدش همي ويرجعني لورا لا ازاي اطلع لقدام انا بقى عندي اراده وبقول اقول لحضراتكم على حاجه انا عندي قناعه يقيني بالله يقيني الله يقيني قناعتي يقيني بربنا سبحانه وتعالى يقيني من اي سوء هو فهي دي كانت ما اروع اليقين طبعا طول الوقت طبعا طبعا فيقينك كان بيقيقي وده يقينك في ربنا بنعمه بالله بس طبعا طيب وبيزداد كل يوم مع الازمات بيزداد اكتر طب لما ازمه خروجك من الوزاره وفقدان الكرسي والناس اللي كانوا قريبين كتير طول ما انت في الاضواء ينسحبوا اشرح لنا التفاصيل النفسيه اللي حصلت لحضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان انا ما فيش ناس كتير انسحبت مني طب دي حاجه حلوه انا اتوقع كده لان انت اصلا كنت نقابيه واوريدي عندك اللي متابع حتى صفحتي على الفيسبوك لغايه دلوقتي انا الحمد لله لغايه قبل ما اجي لكم يعني ناس من الوزاره والنقابيات الورد بقى والهدايا عند حضرتك نعم بيبعتوا لك الورد لا كل حاجه موده ومحبه وبعدين ما قطعوش صلتهم بيا بالعكس طبعا ده لا يعني ان في ناس اول ما راح الضوء راحوا يعني ناس عملت لهم كمان حاجه بس دي ما بتخليش انا ازعل دي بقى لا طبعا ان انت يقيني بالله ده يقين وبعدين عندي برضو قناعه بان نعمه النسيان ان ربنا سبحانه وتعالى النسيان ده بيخليك تنسي ان انت عملتي حاجه حلوه وتنسي ان حد عمل فيكي حاجه وحشه عشان اللي عملتي فيه عملتي له حاجه حلوه واساء اليكي ما تزعليش واللي عمل فيكي حاجه وحشه وطلب منك انك تعملي له حاجه ما تتاخريش عنه. طب انا لفت نظري كلمه حضرتك قلتيها في الحوار انا كنت باخد ولادي احوش لهم وبعدين يطلعوا معايا وانت كنت وزيره. لا ده انا وانا نقابيه ده في الاول لا انا ولادي لما بقيت وزيره كان بقى خلاص قناعاتهم بامهم كانت زايده وكانوا يعني مداعمين يعني داعمين جدا يعني داعمين لحضرتك جدا انا لغايه دلوقتي ولادي هم حياتي طب قولي لي بعد ما خرجتي على رأي سهير من الوزاره وممكن نقول ان جهد كبير كان موجود وكان في شغل بتقضي وقتك ازاي؟ ايه اللي بيلفت نظرك وانت متابعه جيده على السوشيال ميديا؟ انا اولا حطيت لنفسي يعني خطه يعني يعني حطيت لنفسي ورد
وانا اختم 5 أجزاء قران كل يوم ما شاء الله الصبح. كل يوم الصبح. يعني بختم كل 6 أيام. الله يا بختك. وبتصحي الساعه كام بقى؟ ده بعد الفجر يعني؟ ساعات بعد الفجر، ساعات قبل الفجر، يعني بقوم براحتي ما دام ما عنديش حاجه. ساعات بعد الظهر. بس ما اكلش ولا اخد الدواء بتاعي الا الوردي، ولا اعمل تليفون ولا اعمل اي حاجه الا بعد ما اختم ال5 أجزاء. تمام. وبعدين تسبيح كده، قولي 10,000 تسبيحه. اوكي الله. بصي طبعا عشان كده النور على وش حضرتك. الحمد لله الحمد لله. القران ده طبعا حطي القران على سيدك كده. اللهم اجعل القران ربيع قلبي وذهب همي وغمي. جميل. وبعدين وكمان بالليل بعمل كده. بالليل بقى مش 5 أجزاء، بالليل بقرا الواقعه والملك وتسابيح تاني. ده كل يوم؟ طبعا كل يوم. روتين يوم. نعم روتين يوم. ده لا لا ده دي مقدس. يعني مسافره قاعده ماشيه كده، ده ما حدش كلمني الا بعد ما اخلص وردي ده. طب خلصتي بقى؟ خلصت الورد بقى. افطر. بس وبعدين هيكون صلاه العصر جت، اصلي العصر، وبعدين ابتدي اتفرج شويه على التلفزيون. تمام. ما اشوفش البرامج التوك شو. بتتفرج علينا احنا؟ بتفرج علينا. وبعد صلاه العشاء، بعد ما اصلي العشاء بصلي بقى القيام برضو، يعني لازم القيام رمضان مش رمضان بس هو القيام موجود، بصلي القيام موجود الحمد لله. وبعدين بقى اسمع ام كلثوم. الله. والعب جيمز اطفال. جيمز اطفال اللي هي ايه بقى؟ الله صيغه حلوه. ايه بقى جيمز اطفال؟ كوكي جام ومش عارف ايه. وبعدين يعني اخد بقى مثلا بناتي النقابيات يسالوني في حاجه، زملائي النقابيين يكلموني، حد يطلب حاجه احاول اعملها له. طب السوشيال ميديا ايه اخبارها؟ الفيسبوك؟ فين السوشيال ميديا؟ انت عندك انا الفيسبوك. الفيسبوك. الفيسبوك والواتساب بيجيني كل يوم 999 رساله، لانه بيقبلش اكتر من كده الواتساب. فاقعد ايه يعني الاغي اللي بعتيه اللي بعتلك شويه شويه كده النهارده وشويه كده بكره وشويه كده، بحيث ان ما حدش يزعل ان انا قطعت. الفيسبوك بقى انا بتقري بتتابعي مش كل حاجه؟ مش كل حاجه. لا لا مش كل حاجه. طيب ايه اللي ما بيعجبكيش في الفيسبوك؟ ايه اللي اتغير؟ شوفي هو الفيسبوك ده فيه ميزه وفيه عيب. العيب انه نمى عند البنات والشابات وكده مسائل مش حلوه، طموحات عاليه يعني. الحوار المنزلي، اسرار البيوت طلعت. صح. يعني كل واحده بتقول اللي عندها، وبتشتم على جوزها، وبتشتم الكرام. بتشتم ده وبتعمل ده. وبعد كمان الكلام الغير مهذب، انا اول ما كلام اعمل بلوك على طول، ما عنديش. انا ايه الميزه بتاعته؟ الميزه انه خلى التواصل برضه الى حد ما تواصل سهل. كويس. سهل. سهل يعني. طيب حضرتك حصلتي على تكريمات كتيره جدا الحمد لله بعد الخروج من الوزاره. حصلت على وسام الامتياز من الطبقه الاولى من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لما قدمتيه للمراه العامله بصفه خاصه والطبقه العماليه بصفه عامه. يعني عندك تاريخ نضالي كبير. خدت وسام جمهوري من الرئيس البشير السوداني. وسام الطبقه الاولى. كل الوسامات والتكريمات. التكريمات لغايه وقت قريب او الاسبوع اللي فات. والله انا حضرتكم النقابيين، ايه اللي خدتيه الاسبوع اللي فات؟ ايه التكريم؟ خدت تكريم من الاتحاد العربي للبترول والنفط والكيماويات، وتكريم من اتحاد عمال فلسطين. طيب كل التكريمات دي، كل الحب ده، وكل الاعتزاز بشخصك، خلاكي تنسي مراره الوجع اللي حصلت لحضرتك بعد 25 يناير؟ بفكرش فيها. بس ساعتها والله صدقوني ساعتها كان تأثيرها على حضرتك ايه؟ طبعا تأثيرها وحش.
طبعا كشخصية معتزة بنفسها حسيت انك اتظلمت. بس انا اعتبرته ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. بس كان عندي اليقين ده بان ربنا سبحانه وتعالى هينصرني. كان عندي ده حتى وانا قاعدة في ظل الظروف الصعبة وداخل القفص وكل حاجة، لكن انا عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى معاكي. معاكي. بس اتوجعتي؟ اتوجعت طبعا. طب اتوجعت من اللي كانوا اللي كتبوا واساءوا وطلع ان هم كل كلامهم غلط. وبعدين اتوجعت من طبعا اللي كان بيتكتب في التلفزيون في البار بتاع التلفزيون ويقولوا عندي مش عارف ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه، وطلع طبعا الكلام ده كله يعني. طيب سامحتيهم؟ نعم سامحتيهم. اه طب ليه لحد دلوقتي حضرتك اكتر لقب بتحبيه ان يقولوا لك الحاج عيشه؟ الحاج عيشه طبعا. ليه بقى يعني؟ ليه مش معالي الوزيره؟ ليه مش عيشه؟ انا بحب ماما عيشه. ماما عيشه حلوه. انا بحب ماما عيشه. طب ليه حضرتك بتحب الحاج عيشه؟ بحب لانه انا اولا نسيت اقول لكم ان انا برضو من حاجات انا ليا اصدقاء في الرياض، عيلتي الثانيه في السعوديه. في السعوديه. فيمكن حتى انتوا الصور نزلتوها في المقدمه. العيله دي يعني ارتباطي بيهم ارتباط قوي جدا جدا جدا. فكل فتره اروح تعملي عمره او أعمل حج. عمره بس انا عملت الحج وكده في الاول والعمره، بس الوقت هم يقولوا لي طب تعالي بس تعالي بس، بيقولوا لي يا تيتا ويا ماما، ويعني محسسني كده. والكبير بتاعهم يقول لي يا اختي وكده الدكتور حسن. بقى في التردد على الناس الحلوه، لا التردد على الناس الحلوه والتردد على الحرمين. التردد على الحرمين شيء مبهج جدا جدا جدا، خاصه وربنا بيديني علامات فيه كتير كتير قوي. وانا اقول له يعني انا عايز اجي يعني، فاقوم اقول له عايز اجي وديني. والله بجد اعمالك حلوه. والله بجد اول ما اقول له عايز اجي يوديني يبقى كده يسهلها لي. يعني واحده بتقرا كل يوم خمس يعني اجزاء وبتذكر لازم يسهلها لي. والله في الواحد في حياته حاجات اذا يعني كده لا يسكت طول الليل والنهار لربنا سبحانه وتعالى، لانه يعني افضاله كرمه ستره وعدله عليا وعلى اولادي وعلى احفادي كبير 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 قوي 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 قوي. دي حقيقة والله. ماما عايشة احنا مبسوطين ان احنا شفناكي. وانا كمان والله. والله يا حبيبتي كنت وحشانة قوي 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 يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخلي حضرتك يبارك في عمرك وصحتك ويخلي لك الاولاد والاحفاد فات. ويسعد قلبك بسعادتهم ونجاحهم. ربنا يخليكي. ودايما فخورين بيكي. واذا كان طبعا رؤية الكعبة والبيت الحرام بتبهجك وبتبهج كل الناس، فوجودك معانا عمل لنا البهجة دي يا حبيبتي. ربنا بجد. وان انت تختصينا بهذا السبق ان حضرتك تظهري لاول مره مع الستات، دي حاجه فوق راسنا. ربنا كتر خيركم. فاسعدتينا ونورتينا ودايما كل الحب والفخر والسعاده والامتنان والشكر وكل حاجه. ربنا والدعوه اول دعوه لكم ان شاء الله يا رب. على ما تسافري دعاء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا متشكره قوي قوي. ميرسي يا حبايبي. بنشكركم ودايما منوره حياتنا. وبعد الفاصل لسه مكملين حلقتنا.